السلام عليكم شباب الفرقة الأولى كلية علاج طبيعي، ونعود مرة أخرى لاستكمال الجزء الثالث من الثقافة والمجتمع، ويعتبر المحاضرة الثالثة على التوالي الخاصة بفصل الثقافة والمجتمع. تناولنا في الجزء الأول مفهوم الثقافة ومدلولها وتعريفها في العلوم الاجتماعية، وتناولنا في الجزء الثاني محددات الثقافة السياسية، وقلنا إن هي 3 محددات أساسية اللي هي محددات تاريخية ومحددات سياسية ومحددات اقتصادية. أما الجزء الثالث وهو اليوم اللي هنتكلم فيه عن مصادر تشكل الثقافة السياسية في المجتمع المصري، هل في مصادر أساسية بتتشكل الثقافة السياسية؟ ده اللي احنا هنحاول نعرفه اليوم أو في محاضرة اليوم. طيب يا ترى لما اعرف ايه هي المصادر دلوقتي، المعلومات او المعرفة الانسان بيعرفها ازاي؟ هل بتبقى في مصادر اساسية بتبقى هي التشكيل الاساسي للطفل او للفرد من منذ ولادة الانسان؟ الانسان بتبدأ تتشكل القيم والمعارف واكتساب المهارات واللغة وخلافه، كله ده منين؟ من ساء الأسرة. يبقى دلوقتي لما اجي اقول مصادر تشكل الثقافه السياسيه في المجتمع بتبدا من الاسره. يبقى اول مشكل عندي رئيسي ليها هي الاسره والمدرسه والاعلام والمؤسسات الدينيه والحزب والدين وغيرها من المؤسسات ديت. انا ليه ركزت على ده؟ انا ركزت على مجموعه المصادر ديت لانها بتساعد بشكل رئيسي وشكل اساسي في تشكيل مصادر الثقافة السياسية عند الأفراد. يبقى أنا هنا ركزت وعملت سكوب معين على هذه المصادر. هم أنا عندي 5 مصادر أساسية. أول مصدر هو الأسرة، المصدر الثاني المدرسة، المصدر الثالث الإعلام والتلفزيون ووسائل التواصل يعتبر المصدر الثالث، 4 المؤسسة الدينية، المسجد، الجامع، الكنيسة، الحزب السياسي. يبقى أنا دلوقتي عرفت ال5 مصادر دمت هما اللي بيساعدوني بصفة خاصة في تشكيل معلوماتي ومصادري وقيمي السياسية اللي تتشكل وتتكون لدى الأفراد. يبقى نعرف مع بعض إيه هي الأسرة. طيب ليه قلنا الأسرة؟ لأن الأسرة تعتبر هي أول مؤسسة اجتماعية أو هي أول حاجة الإنسان بيتولد أول ما الإنسان بيتولد في أسرته. يبدأ هنا الإنسان منذ الصغر أو منذ ولادته بيكتسب المهارات وكل حاجة من أسرته، حتى الكلام، حتى اللغة، حتى الفعل، حتى المحاكاة. فهنا الطفل بيبقى كل معلوماته مجرد مكتسبة. هنا لما نيجي نقول لك وسائل التنشئة، لأن التنشئة هنا أو التربية مكتسبة، ما فيش حد بيولد فيه حاجة أو فيه عيب أو عنده قيم معينة أو إن هو مختلف، بالعكس معظم القيم والتربية والثقافة دي وسائل تنشئة بتبقى مكتسبة من المجتمع والأفراد والأسرة، إن هنا بتبقى مكتسب. يبقى هنا التربية والتنشئة مكتسبة. فطبعا فهنا طبعا لما بنراقي أسرة ما ذات توجه معين بنلاحظ وبنشوف إن أفرادها وأولادها بنبقى يحملون نفس التوجه بالظبط. معنى كده ان هم اكتسبوا هذه التوجهات وهذه المعارف والمهارات من اسرتهم، وخصوصا عندنا احنا في البلدان العربيه او في الشرق. دايما عندنا نظام الاسر، لا اما اسره نوويه لا اسره، لا اما اسره ممتده. طب كانت الاسره الممتده دي قديما بقى شويه، يعني ايه في المجتمعات، مش المجتمعات القديمه، القديمه شويه يعني. دايما تلاقي وخصوصا في القرى والارياف يبقى عندهم اسره ممتده، الاسره العائليه الكبيره، ويبقى بيت كبير، بيت عيله كبير ضامن كل الاسر، او كل اسره فيها حجره او اوضه، ايا كان النظام المتبع هناك. فهنا بنطلق عليه عندنا في علم الاجتماع ان اسره ممتده. ولكن مع تقدم المجتمع بدا الانسان ان هو ايه، يبقى تبقى الاسر نوويه، ليه؟ مقتصره على الاب والام والاولاد فقط، بقت خلاص بقت هي وحده مكتمله بذاتها. فهنا كان دور الأسرة بيبقى مهم وأساسي جدا في نقل المعارف والأساليب واللغة والمهارات، فبيبقى هي أول مؤسسة وأول بيت بينشأ فيه الإنسان ويكتسب منه المهارات والمعلومات، وكمان بتساعد على استعداداته وتصوراته للأحداث إيه، فبتبقى هنا الأسرة. يبقى أول مصدر من المصادر عندي هو مصدر الأسرة. إيه بقى المصدر التاني؟ التعليم.
من اول المدرسه او من اول الحضانه لحد الجامعه. يبقى انا لما اقول مؤسسه التعليم او المدرسه، المقصود بيها من اول الطفل ما يبدا ان هو يبدا يتعلم من اول الحضانه لحد التخرج او الجامعه، لانها بتقوم بدور عمليه التنشئه والتلقين. يعني ايه التلقين؟ هنا التلقين او عمليه التثقيف. هنا التثقيف بيتم عن طريقتين، وخصوصا التثقيف السياسي اللي هو ايه؟ طبيعه بقى النظام المدرسي، بيتم من خلال مقررات معينه، ازاي ان انا ابص قيم الولاء والانتماء الوطني، زي في كتب التاريخ والتربيه الوطنيه واللي بيتعلق بيها، ازاي بقدر اغرس هذه القيم في الطفل منذ الصغر؟ ازاي بعرفه تاريخ بلده، تاريخ السياسه، النظام بتاعنا، اهم الانجازات اللي قام بها الوطن، ازاي اغرز واعزز فيه قيم الولاء والانتماء الوطني. فهنا بيبقى ليها دور وعامل مهم جدا، ومؤسسه هامه جدا من مؤسسات التنشئه السياسيه او التثقيف السياسي. وخصوصا بقى الدور ده بيكبر اكتر لما بننتقل من مرحله المدرسه والتعليم الثانوي ثم الى الجامعه، وبعد الجامعه بقى هنا يبدا يبقى في توجهات، يبقى في توسع اكبر، يبقى العلم بصوره اكبر واوسع. هنا بيقدر يكون توجهات زي مثلا زي تنظيم اللي هو الاتحادات الطلبه، ويبقى له افكار وله دور، ويبقى ممارس بشكل عام في فعاليه المجتمع. فهنا بيبقى هنا كمؤسسة مهمة جدا في تنشئة والتثقيف السياسي للطلاب أو للأبناء. يبقى أنا هنا كده عرفت دور مؤسسة التعليم من الحضانة إلى الجامعة دورها إيه؟ لأنها تعتبر المؤسسة رقم اتنين أو العنصر رقم اتنين الهام جدا في تنشئة أو في التثقيف السياسي للأبناء. رقم ثلاثة، هنتكلم عنه عن الإعلام، اللي هي مثلا وسائل التواصل دلوقتي الموجودة معانا. عاد أغلبنا في هذا الوقت، يعني طب نتكلم زمان، زمان طب كان التلفزيون أو الإعلام أو الجرايد أو الصحف، كل هذه الطرق كانت بتساعد بشكل مباشر جدا في معرفة الأخبار والتثقيف. خلاص يا عامل مهم جدا، كان دايما يقول لك انا متابع الجريده الفلانيه، ده حصل ده حوار صحفي كذا، ده انا عندي مثلا محطه على اذاعه فلانيه، ده حوار عن موضوع كذا، ده هذا بيناقش. وكان في فتره من الفترات لما يبقى في برنامج اذاعي مثلا تلاقي الناس كلها قاعده منصته ليه جدا، لانه بيساعد في نشر المعلومات والمعرفه، وبيعمل على اثراء التثقيف. يعني مثلا ناس متابعه جريده معينه، حوار معين كاتب بعينه، بحيث يقدروا يجمعوا يثقفوا نفسهم في هذا الحوار، وكل كاتب من هذه الكتاب او حوار من هذه الحوارات بيبقى له قاعده جماهيريه كبيره جدا منتظراه، لانه بيسهم في تثقيفهم السياسي والمعلومات السياسيه الخاصه بيهم. فهنا كان دور الاعلام بكل ما يشتمله، بكل ما يشتمل، سواء دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي والنت والميديا الموجودة دلوقتي قدامنا، كل ده بيساعدنا على تشكيل قيم ثقافية ومعرفة معلومات، سواء كانت بقى المعلومات ده حقيقية أو معلومات زائفة، هي بتساعد على نشر المعلومات، وتعتبر من أهم القنوات الرئيسية والرسمية اللي بتساعد في التثقيف السياسي. طيب، وهنا كان برضو ليها دور جدا، خصوصا وسائل التواصل والنت، خصوصا في ثورة 11 2011، في ثورة 25 يناير، كان ليها دور فعال جدا، تجمعات الناس على الواتس وعلى الجمعة، فكان هي تعتبر السبب الرئيسي في تجمعات الناس ومراسلتهم بالاتحادات والخروجات وتنظيمات الجامعات، وكل ده كان ليه دور فعال جدا. طيب، ده حاجة. حاجة تانية بالنسبة زي ما أنا قلت بيلعبوا دور أساسي جدا وفعال، زي لغة، زي مثلا عندنا إعلام رسمي وعندنا إعلام غير رسمي. فدايما هنا قلت أقول لك الإعلام الرسمي ده اللي هو لسان النظام أو لسان الحاكم اللي بيتكلم عنه، بيبرر الأوضاع الموجودة، بيشرح للناس، بيقول لهم أسبابه. فهنا أصبح أنه له دور كبير وعامل مهم جدا في متابعة الأحداث والمجريات الموجودة على مدار اليوم وعلى مدار الأحداث السياسية في المجتمع. طيب، رقم أربعة، الحزب السياسي. يبقى هنا كده، طب طبعا أنا بتكلم باختصار جدا عشان بس بقول الفكرة. الحزب السياسي يعتبر كان زمان جدا كان له دور وفعالية
فكان بقى اللي هو اللي بيمثل التثقيف، زي ما انا قلت، من اعرق الاحزاب حزب الوفد، وكان له دور، وكان في صحوه في ايام الاربعينيات، وكان لها دور فعلي. ولكن مع الحقب التاريخيه ومرور الانظمه السياسيه قلت هذه الفاعليه، ما عدناش بنشوف دور الاحزاب. هات لي دور فعال، حتى الناس نفسها اصلا مش عارفه ايه الاحزاب السياسيه دي. تقول له اي حزب يقول لك انا ما اعرفش ايه الحزب ده، لا يا عم انا ماليش. ودايما اعتمدنا على نظام الحزب الواحد او الحزب السياسي الواحد اللي هو تابع النظام الحاكم، يقول لك ما فيش غير الحزب الوطني، ده الحزب مش عارفه ايه، ده الحزب ايه. فهو ما عدلهمش، يا مجرد اشكال او فاعليه، كان نظام وتثقيف سياسي، لانها تبقى مرتبطه زي ما انا قلت بمصالح واهداف سياسيه بعينها من الاخر يعني. فلكن هنا احزابها قلت، هي قلت لانها ما لهاش فاعليه ولا دور حقيقي، هي مجرد دور ثانوي او شكلي يعني، بمعنى اصح ديكور او حسب المصالح الموجوده. وطبعا نشا كتير جدا احزاب لا عد لها ولا حصر، يعني اكتر من حاجه وعشرين حزب موجود في مصر. يعني لو سالت اي طالب او اي حد انت عارف حزب الفلاني يقول لك لا انا ما اعرفوش، وفعلا هيعرفوش انه ملوش دور، ملوش فاعليه في المجتمع. يبقى هنا الفاعليه مرتبطه بالدور اللي بيقدمه على مستوى التثقيف ومستوى الخدمات اللي بيقدمها للافراد. يبقى انا لما اقول لك دوره، طب انت ليه الناس لما نيجي نسال، طب ليه الناس مش عارفاه، ليه ملوش ليه ملوش فاعليه، في حد يقول لي لا لا ما هم لهمش فاعليه لان ما عندهمش صلاحيات، محدودين في صلاحياتهم، ما عندهمش. حتى لو محدودين في صلاحياتهم، فين دورهم اللي شغالين عليه؟ فين الفاعليه ودورهم التنظيم او الدور الاساسي للحزب اللي هو التثقيف السياسي والوعي ونشر الوعي بين الناس ومعرفه؟ ما فيش، ده كل ده مجرد شكليات مش اكتر يعني. خامسا اللي هنتكلم فيها اللي هي الممارسات السياسيه، الدين كايديولوجيا. ليه خليتها خامسا؟ وهنا ممكن بس اشرح فيها شويه، لان هنا من اهم الوسائل والمصادر اللي بيعتمد عليها اي نخبه حاكمه او اي سلطه حاكمه الدين. زي ما بنقول كده بالعادي، هو يعتبر العكاز او هو العكاز بتاع اي نظام سياسي. فهنا الدين هيبقى له قصه طويله شويه، لان لما نيجي نبص للمساله هي مش مساله حديث الساعه ولا مصر الحديثه ولا مصر المعاصره ولا الكلام ده خالص. هي كانت من البدايه ومن اساس النشاه ان الدين عنصر اساسي. فلما نيجي نعمل عقد مقارنه ما بين الشرق وما بين الغرب قديما، احنا قلنا لما كنا نيجي نشرح للطلبه زمان او نقول لهم في الشرق عندنا السياسه طغت على الدين، السياسه طغت على الدين في الشرق فاصبحت مهيمنه هي عليه، فأصبح الدين عكاز السياسة في الشرق. أما الغرب حصل العكس، فكان في الغرب قديما وقبل عصر النهضة عندهم كانت الكنيسة هي، كان الدين هو المسيطر، هو القائد، هو اللي بيقود المجتمع، هو اللي بيعين البابوات، هو الإمبراطوريات هي اللي بيقودها، بيتحكم في كل حاجة في المجتمع. ولكن لما بدأ المجتمع يتطور واحدة واحدة، بدأ يبقى فيه تفكير فلسفي، بعد كده يبقى فيه تفكير علمي، وبدأ الدين يروح في الحيز الشخصي للفرد. ولكن هو ما راحش لحياة الشخص الفرد بس، بالعكس بدأ لكل إنسان إن هو يستخدمه. طب لما نيجي هنا نبص أكتر تحديدا على المجتمع المصري، هنا بقى في المجتمع المصري قصة طويلة شوية. حتى محمد علي لما نيجي نتكلم من أول مصر الحديثة، محمد علي أول الوصايا لحكم الدين، هو عمل سكوب كده واستعان اللي هو بجماعة الأزهر أو اللي هي الزعامة الشعبية المتمثلة إيه في علماء الأزهر والدين، هم اللي ساعدوه ووصلوه لحكم مصر. يعني هو استخدم حكم مصر بواسطتهم، ومع ذلك تخلص منهم عشان يقدر ينفرد بالسلطة في مصر. طب وبعد محمد علي هكذا ظلت أحفاده إن هم يستعينوا بالدين، إن هو ده الغطاء أو ده الأساس ليهم، ده اللي بياخدوا منه الحالة من القداسة أو الوزاع الديني. فظل هنا الدين حاجة أساسية للنظام السياسي. طيب حتى مثلا لما نيجي نعمل حاجه، طب نخش ما بعد 52، نيجي مثلا نستعين بالدين، معلش انا عايز اعمل مثلا الحاجه الشهيره جدا الصلح مثلا مع اسرائيل، انا عايز فتوى تجيز الصلح. وفعلا دي اكتر الحاجات اللي موجوده في التاريخ والكتب والباحثين تكلموا عنها باستفاضه جدا، ان عملنا فتوى تجيز الصلح مع اسرائيل في عهد السادات. طب ما كان في عهد عبد الناصر برضو تم في فتوى ان هي بتحرم الصلح مع اسرائيل واحنا في حاله حرب. فهنا المقصد من شرح كل ده ان هو الدين وخصوصا الدين الرسمي بيبقى اكتر هيمنه ويستخدم كايديولوجيا للنظام شويه، يعني بيبقى هو بيستمد منه الهاله والقداسه من الدين.
وظل هكذا، يعني وظل هكذا بعوامل وآليات كتيرة جدا. يعتبر الدين هو، مش بنقول العكاز، هو المظلة أو الأيديولوجيا لأي للنخبة الحاكمة على مدار حكم مصر. وبهنا كده أكون أنهيت الفصل ومصادر تشكل الثقافة السياسية في المجتمع المصري. يبقى أنا هنا كده خدت الفصل على 3 محاضرات أو 3 أجزاء أساسية: جزء الثقافة، جزء المحددات، جزء مصادر تشكل الثقافة زي ما أنا قلت دلوقتي في الـ5 مصادر الرئيسية، اللي هي إيه؟ الأسرة، المدرسة، الإعلام، الحزب السياسي اللي هي الممارسات، واستخدام الدين كأيديولوجيا لشرعيتهم. يبقى أنا هنا كده يا شباب نكون كده نهينا المقرر وخلصناه، مقرر مدخل إلى علم الاجتماع للفرقة الأولى، وبكون أنا كده أنهيت المقرر تماما، لأن تناولنا في المحاضرات السابقة عن نشأة علم الاجتماع، وكمان بالإضافة إلى المصادر وأهم العلماء المشكلين ليه أو رواد علم الاجتماع، بالإضافة إلى الأهداف والميادين بتاعته. وتكلمنا آخر في فصل عن الاتجاه الوضعي ما بين أوجست كونت وابن خلدون، أو الوضعية في علم الاجتماع، وكيف تم نشأة العلم الاجتماع الوضعي ودراسته بمناهج علمية، وخدنا عقد المقارنة بينهم على 2 جزء. والفصل الثالث وهو يعتبر الأهم اللي هو الثقافة والمجتمع، زي ما أنا قلت حالا، تم تجزئه إلى 3 أجزاء. فكده بكون أنا نهيت مقرري معاكم، وأتمنى لكم تكونوا استمتعتم. ترم سعيد ليكم إن شاء الله، وإلى اللقاء. شكرا طلابي الأعزاء.